أشواط صباح هذا اليوم الذي نتابعه هنا من أرضية هذا الميدان. تابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق والتحدي هنا يأتينا هنا، نتابع موجود سعيد بن راشد بن محمد الكيبالي على الصدارة وعلى المركز الأول. المفتي شامس بن معتوق بن شامس العامري يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث وداع علي بن عبد الله بن سالم المسافري، هنا من يقدم لنا وداع على المركز الثالث. بينما المركز الرابع وشعار بالدليوي من يأتينا على المركز الرابع بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الجميل هنا. القادم بهذه التحديات هنا، القادم منذر لراشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي لجتبي، وهنا ياتي السليماني محمد بن حمد بن سالم لجتبي، والوصول من قبل هنا ابو الابيض عبد العزيز بن عبد المبارك لحبابي، وعلى المركز الثامن هنا المتسلل في هذه اللحظات بهذه الانطلاقه ياتي متعب سيف بن عبد الله بن غرير لجتبي، وعلى المركز التاسع دحداح هناك عتيق بن احمد بن عتيج الرميثي، وعلى المركز العاشر المنطلق ربدان غانم بن احمد بن حميد بن عمهي المنصوري. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الاولى، ذعناها على حضاراتكم. اعود مشاهدينا الكروم الى صدارة هذا الشوط، اعود الى المقدمة الى هناك الصدارة والمركز الاول موجود راشد بن سعيد الرايح العليلي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول، يقدم لنا موجود على صدارة هذا الشوط المنطلق بالمقدمة. المركز الثاني ياتي المفتي هنا بشعار شامس بن معتوق شامس العامري من ياتينا على المركز الثاني، والمركز الثالث مع المسافري هنا بانطلاقة وداع علي بن عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، والمركز الرابع متعب سيف بن عبد الله بن غرير لقتبي من يقدم لنا متعب. المركز الخامس القادم هنا الزعيم محمد بن حمد بن عبيد الكيبالي من ينطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز هناك ابو الابيض عبد العزيز بن يمعة بن مبارك لحبابي وربدان غانم بن احمد بن حميد بن عمي المنصوري، هنا المنطلق بهذه التحديات الجميلة والأداء المميز. المركز الثامن يأتينا منذر راشد بن سعيد بن السيل بن الدليوي لجتبي المنطلق ثامنا. المركز التاسع دحداح عتيق بن احمد بن عتيج الرميثي، وتاسع المراكز جاهين محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي، عاشرا محير عبيد بن محمد بالضبيعة لجتبي من وصل هنا وسعيد بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. ها هي الأسماء هنا، إذا نضيعها على حضراتكم. والتغيير هناك على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، أهالي الهير انطلقوا بصدارة هذا الشوط. هذه ميدان الجبيب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع المفتي من انطلق بصدارة وبالمقدمة. المفتي هنا بهذا الأداء الجميل، هنا شامس بن معتوق بشامس العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور. يأتينا موجود راشد بن سعيد الرايح العليلي ثانيا، والمركز الثالث الزعيم محمد بن حمد بن عبيد الكيبالي يتسلل بهذه الانطلاقة بهذا الأداء الجميل. الله الكيب
الكيلومتر الأخير القادم هنا في هذا الأداء. يأتينا ربدان غانم بن أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري أيضا قودم، ومن الجانب الآخر وصل شاهين حمد بن سعيد بن غانم بن ريو المنصوري. أول ندى ما يبنى له طاري، ولكن الله الله الله، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول من الزعيم من تزعم زمام الأمور محمد بن حمد بن عبيد الكيبالي مع أشواط الإنتاج والمنتجين. ما شاء الله، الزعيم على الصدارة، الزعيم على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدور. الزعيم الزعيم، هذا الأداء المميز الجميل، ينطلق على الصدارة على المركز الأول. أرى بن عمهي قادم هنا مع ربدان، غانم بن أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري قادم مع ربدان، ولكن الزعيم سلوم أهالي السوان، سلوم سلوم جلفار، سلام على هذا الأداء المميز للزعيم محمد بن حمد بن عبيد الكيبالي. من يأتي بانطلاقتي هنا؟ إذن الزعيم، تهانينا والناموس ولحظة الفوز ولحظة الناموس هنا بهذا الأداء الجميل ولحظة وصوله. ربدان في المركز الثاني، غانم بن أحمد بن حميد بن عمي المنصور المركز الثالث، وصل المفتي شامس محلوق العامري، منذر من أتانا على المركز الرابع راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي لكتبي، والمركز الخامس شاهين حمد بن سعيد بن غانم بن إريو المنصوري من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا بانطلاقة وتحديات. إذن الزعيم، تهانينا والناموس لأهالي ميدان السوان على هذا الفوز المميز للزعيم بسبع دقائق 49 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمد بن عبيد الكيبالي على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني وصل ربدان بسبع دقائق 52 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا غانم بن أحمد بن حميد بن عمهي المنصوري. أما ثالث مراكزنا فكانت التحديات الجميلة. من أتانا على ثالث المراكز هناك؟ إذن المفتي بسبع دقائق 56 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لشامس بن معتوق بشامس العامري، تهانينا لجميع الفائزين. وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم مع الزميل حمد بن ضبيب الشامسي.